يمكنش يمكنناش نبقاو حنا في هذا الخوف، لان اللي كيخاف كيموت 100,000 مره، اما اللي ما كيخاف شيء الدنيا عنده هانيه. لما كان امن شيء بداك الشيء ديال الرسمي ما كان امنش به، فهمتي؟ الحاجه خصني نلمسها هذا باش هذا باش يمكن لي بحالاش هكاك. يعني شنو خاصك تلمس بحالاش؟ خصني نلمس هاد المسائل هادي بانه راه ما كاين حتى شي حاجه، فهمتي؟ صراحه انا خايفه من هذاك الفيروس، حيت هذاك الفيروس قال لك قاتل، ما باقي لحال دابا ما لقاوش شي لقاح ضده، وكنعرف انا بلي اللي بغيتي تتفادى منه يمكن لك تبقى تغسل ايديك قبل اي وجبه، الا مسيتي شي حاجه شي واحد عطاس خصك تتفادى هذاك الواحد اللي عطاس. الحمد لله ما قالوا ما كاينش شي حاله في المغرب، وبلي الجو اللي كيتجي فيه كورونا كيكون 23 درجه الفوق، هادشي اللي عارفه. احنا مش نخافوش من اي حاجه، واللي بغاها الله مرحبا بها. كورونا احنا ما شخلعناش، راه داز شحال من فيروس من قبلها، دازت ليبولا، داز شحال من حالات مات فيها ديال شحال ديال بنادم، ولكن الحمد لله راه بالسيف، راه غضب الله بنادم تنشوفوا بزاف ديال الظواهر، والحمد لله. واش نقول الشعب الاسلامي ما تخافوش، تصلي ودير كل شيء وما عندك علاش تخاف. فيروس يعني داكشي ديال الله ما خافوش منه، ديال الله داكشي، الواحد يدير ايمانه بالله وصافي، يعني ما يخاف من والو. بالنسبه للبلاغ اللي دارت الوزاره ديال الصحه بالنسبه للكورونا، بان لي انا ما احنا حاليا باقي ما سمعناش شي حاله رسميه ديال الكورونا، وحنا ما غاديش نقول لك خايفين من كورونا ولا احنا ما متخوفينش. احنا الحاجه اللي متخوفين منها هو من داك ديك قهرونا اللي كنقولوا لها احنا قهرونا، حنا ما بغيتو مشاي قهرونا في الصالير، في الغلاء ديال المواد الغذائيه، في الغلاء ديال الترونسبور، هادو هما اللي عندنا حنا. بالنسبه لنا هادو هما كورونا، اما حنا كورونا داكشي ديال الله، حنا ما نقدرش نقول لك ما نقولش لك بان حنا خايفين من كورونا، ولكن اللي جات من عند الله راه مرحبا بها. الحمد لله باه سمعنا منه، الحمد لله ارتحينا بزاف ماديا ومعنويا، الحمد لله طبيعي الحال. الحمد لله حنا تيقين في راسنا والمغرب تيق في راسه، الحمد لله ما عندنا لا مرض لا والو، كلشي الحمد لله. خلات الوقايه لي كلشي، لما يتخلى في الوقايه ديالو وهذا تيرد البال ديالو بزاف الحوايج، هذا هو النقاش. طبيعة المرتاحين طبيعة الحال، الحمد لله الله يشافي الناس كاملين، الناس الجزائر الصباليون الطاليين الله يشافيهم كاملين ان شاء الله باذن الله، يكون لا مرض لا والو، ابدا ما تطلق اشاعات هاديه، ما كاين حتى حاجه. بالنسبه لي اخويا يعني كورونا يعني فيروس اللي يعني ديجا اكتشفوه العالم كامل في الصين، يعني هو فيروس خايب شويه ما تيمشينيش، وهو من واحد الناحيه يعني كنقولوا حنا كعقاب من عند الله سبحانه وتعالى، ويعني باش تعرف ان ما لا قوه فوق قوه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذاك الفيروس ما غاديش يخلعنا، فهمتيني؟ يعني حنا كمغاربه ويعني ناخذ واحد الحيطه والحذر، فهمتيني؟ الحمد لله يعني كاع الحدود راه مسدوده حد الان، يعني اللي جاي في المطار يعني في اي طائره راه كيقلبوه كيديروا ليه يعني معاينه صحيه عاد كيدخل البلاد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.